سوا الربع من صوت لبنان مع تحيات بسيمة أبو سرحال، إلسي كفوري وجوزيف كريم. العناوين. المواطنون عالقون في سياراتهم بين الدمور وخلدي من جراء المستنقعات. يا كبار المسؤولين عنا، تعالوا شوفوا عنا حريق وغريق ومشنشط على الطريق. والمدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال لصوت لبنان. منطقة خلدي ماء، بس هذه المشكلة اللي عنا صارت، إنه في نهر إجا من فوق، ماء كمية كبيرة من الماء نزلت بسرعة على الأوتوستراد. واللواء خير يتحدث لإذاعتنا أيضا. إجمالا تم السيطرة، بس عندنا أشكال حل السير حتى المواطن يوصل على بيته بأمن. رئيس الكتائب، أصبحنا في صلب الانهيار الاقتصادي وأهل السلطة يتناتشون الحصص. الرئيس القبرصي يحمل الرئيس لجميل تمنياته بخروج لبنان من أزمته. روسيا تعلق عملها في منشأة فردول إيرانية. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. هطلت الأمطار فهطلت المصائب على اللبنانيين كالعادة، بدل أن يتنعموا بعطاءات السماء، لكن حكام الأرض أفسدوا كل شيء حتى الطرقات، وحبسوا اللبنانيين في سياراتهم منذ الصباح على أوتوستراد ساحل الشوف. في السياسة وعشية الاستشارات النيابية، مشاورات سياسية على أكثر من محور وتحركات شعبية في غير منطقة، وما إن حدد موعد هذه الاستشارات حتى بدأ الحديث يدور حول الحقائب الوزارية ولاسيما الخارجية والداخلية والطاقة، لكن الأكيد أن لا شيء واضحا حتى اليوم، وأن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. وحده المواطن من يدفع الثمن في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة. وفي هذا الإطار أكد رئيس الكتائب أننا أصبحنا في صلب الانهيار الاقتصادي، ولا يزال أهل السلطة يتناتشون الحصص ويمتهنون سياسة عض الأصابع. إذن مآسي المواطن مع كل شتوى لا تنتهي، فالأوتوسترادات تحولت اليوم إلى مستنقعات، ولاسيما في الجي والدامور والنعمي وصولا إلى خلدي، حيث اجتاحت السيول المنازل والمؤسسات التجارية والمعامل وحبست المواطنين في سياراتهم. المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال تانيوس بولوس تحدث لإذاعتنا. عندنا صار في مشكلة هي بمنطقة خلدي النعمة، بس هذه المشكلة اللي عندنا صارت، إنه في نهر إجا من فوق، مي كمية كبيرة من المي نزلت بسرعة على الأوتوستراد. نحن بشير مسؤوليتنا هي على الأوتوستراد الدولي، ونحن قايمين بكل التنظيفات وكل الصيانة وكل التنظيفات الدورية كنا نقوم فيها على الطريق الدولي يلي هو ضمن مسؤولية وزارة الأشغال، وبشير إنه نحن مسؤوليتنا تنحصر بالأوتوستراد الدولي بينما الطرقات الجانبية والطرقات اللي هي تحت سلطة أو تحت مسؤولية البلديات نحن ما عم نتدخل فيها ولا عم نتعاطى فيها صراحة. المشكلة إنه صارت كمية كبيرة من المي اجت من المنطقة الجبلية حيلنا مع الأغربي والأوساخ وكل شيء، وكبتوا بنفس الوقت منطقة الأوتوستراد خلدي النعمة، ونحن عم نعمل كل الممكن لحتى نصرف كمية المي اللي نزلت. إن شاء الله هلا قطع الأوتوستراد أنا موجود هونيك، وأخذت نص شي نص ساعة ثلاث أربع ساعة لقطع الأوتوستراد. مواطنون من الدامور وصفوا عبر صوت لبنان المشهد بالمأساوي. طريق صيدا القديمة باتجاه بيروت مسكر على الآخر، والأوتوستراد مسكر على الآخر، حتى دراجة نارية ما فيها تمرق أنجا. كل المجاري الماي اللي نازلة من الجبال السوائي والأنهر الصغيرة ما فيني خبرك قديه حملت ماي وجرفت كل شيء حواليها. يعني حتى هون في بيت حد منا بالدمور حدوا جنينة، الجنينة راحت والتصوينات تبع الجنينة راحت، حتى المفارق الصغيرة اللي بقلب الضيعة جوا
كمان سكرت لأنه العلم عم تهرب من الأوتوستراد وتفوت لجوا، علقوا كلهم ببعضهم، يعني عجقة سير ما بتتخيلي قديه، شيء مش طبيعي. هلأ عم بقلي أنه هلأ تسكرت الطرقات، هيك بتتسكر الطرقات، إن حتى ربنا بده يسكر الطرقات. يا كبار المسؤولين عنا، يا أهل السياسة اللي عاملين حالكم بالسياسة، تعالوا شوفوا عنا الدمور، حريق وغريق ومشانشط على الطريق، والبيئة عنا ما تسوى. شوفوا هالبيوت كيف قايمه، العالم صريخة، المي فاتي على قلبها. تعالوا شوفوها يا عمي، تعالوا، أنتوا مش عايشين معنا. هذا وقد علق مواطنون داخل سياراتهم من الجي وصولا إلى خلدي. هلا حق مديري انا 2500 دولار، مين بيعوضني علي؟ لاقونه مسدود هون. شو بدي احكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اكثر من هيك شو بدي احكي بعد؟ في شيء ما حكيناه وشيء بعد، وبعدهم ملبصين، ولا فارقه معهم شيء، ولا على بالهم، ولا اصلا هن مش معتبريننا شعب، هن لو معتبريننا شعب اصلا ما تركونا مبهدل البهدل يعني. الله لا يوفقهم، ان شاء الله مثل ما تبهدلنا نحن يتبهدلوا هن واكثر، هن واولادهم، وان شاء الله يحطونا على صحتهم وصحة اولادهم. الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير تحدث عبر صوت لبنان عن الأضرار التي نجمت عن السيول. مصر النعمة وحرف النعمة أكيد للدمور، بس إنه هيدا أكثر شيء على المقطع. بعد الشفة اللي صار والوحر والتراب اللي نزل من المرتفعات الشرقية أكيد سكر هالمقطع. قلنا نحن النعمة أهم شيء كانت مصر النعمة، وبتعاون أكيد مع البلديات، كانوا كتير متجاوبين معنا البلديات ويعطينا عوفية لعن منطقنا هيدي. بس المشكلة كبيرة إنه نحن قدرنا نشيل السيارات والإيديات اللي كانت تقريبا هنيك مقطوعة وفتح الطريق من جنوب اتجاه بيروت، بس بدنا نتعاون مع الدرك مع سلطات القوى الأمن حتى نقدر نفك السير على بعضه، ولا بيدلوا بكرة بيدلوا السير مش بعضه، يعني المسافة طويلة يعني مش مسحة القصة. بدي الدفاع المدني كمان بالمناطق اللي هي مثل أبرشمون أو بالنعمة في بيوت يسحب المي منها. إجمالا تم السيطرة، بس عندنا أشكال حل السير حتى المواطن يوصل على بيته بأمن. وفي النبطية أفدنا قبل قليل عن سيول اجتاحت الشوارع من جراء الأمطار الغزيرة. في وسط بيروت وقفة في الرينج وأمام جمعية المصارف للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة. تراز الخوري. هكذا وككل مرة فتحت طريق الرينج بعد الإشكال بين القوى الأمنية والمتظاهرين، وبعدها انتقل المتظاهرون إلى جمعية المصارف في وقفة رمزية ورفعوا الصوت مطالبين باسترداد المال المنهوب. وهنا وتحت المطر علت الصيحات والهتافات. يا لبناني وينك وينك؟ يا لبناني وينك وينك؟ أحد المتظاهرين تحدث عن أهداف التحرك. هي بلشنا اليوم الصبح بتحرك لمجموعة من المنتفضين بالدخول إلى مصارف الخاصة ببيروت بشكل خصوصي بالحمرة، والتوضيح للناس والزباين. وزعنا بيان معين بوضح كيف أن المصارف اللي بتمثلها جمعية المصارف ومصرف لبنان وهالسلطة السياسية هي اللي مسؤولة اليوم عن هذا الانهيار اللي احنا فتنا فيه، ومسؤولة عن نهب وكيف نهبت الطبقة العاملة والناس عبر الدين العام وخدمة الدين العام. وبعدها اتجه المتظاهرون إلى شركة تاتش في وقفة رمزية أيضا مرددين هلا 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 هو البلد منهوب يحلو. تراز الخوري، صوت لبنان. جنوبا إرجاء بت طلبات تخلية الموقوفين في أحداث استراحة السور إلى ثلاثاء المقبل وتحركات في صيدا. رئيف الملاح. عاشت مدينة صيدا يوم الغضب الشعبي والإضراب العام احتجاجا على مماطلة السلطة بتشكيل حكومة إنقاذية، إضافة إلى السياسات الاقتصادية والنقدية التي أوصلت الشعب إلى مشارف الانهيار الكبير. وقام المتظاهرون بالتجمع في ساحة ثورة 17 تشرين عند دوار إيليا وهم يرفعون الأعلام اللبنانية، ومن ثم انطلقوا بمسيرات احتجاجية نحو عدد من المرافق العامة والخاصة والسوق التجاري وبعض المصارف في المدينة. وشمل الإضراب بعض المدارس الرسمية والخاصة والجامعات والمعاهد المهنية. صوت لبنان وقفت عند آراء المتظاهرين في صيدا. نحن اتجهنا للإضراب اليوم للسبب الأول والرئيسي، هو محاولة تسمية رئيس حكومة سمير الخطيب وهو وليد الفساد وما يشبه الحكومات الفاسدة السابقة. السبب الثاني هو الجوع والفقر اللي عم بيصير والغلاء المرتفع جدا. اليوم نازلين كرمال اللي عم ينتحروا كرمال 1000 ليرة، ما قادر يعطي أولاده 1000 يشتروا منقوشة. كرمال الطلاب اللي امبارح بالمدارس معهم 500 بدهم يشتروا شوكولا، بقولوا لهم ما في بألف، راجعين عم يبكوا على البيوت. اذا بدها تضل السلطه تقول انه هيدا الشعب غير كفؤ
انه يعمل حكومة تكنوقراط، هيدا ازدراء وتهميش للشعب اللبناني بأسره. نحن عن هيدا الطلب مش حنحيد، لانه عم نعيد نفس منظومة الفساد متابعة لها. الى ذلك اطلقت مخابرات الجيش اللبناني بعد ظهر اليوم فرح الناشطة الدكتورة نيبال قاسم من سكنة محمد صغيب العسكرية في صيدا التي تم توقيفها صباحا من امام فرع مصرف لبنان في صيدا خلال الوقفة الاحتجاجية. وبالنسبة لموقوفي احداث استراحة صور، فقد ارجي اليوم البدء بطلبات تخلية سبيلهم حتى يوم الثلاثاء المقبل. من صيدا رئيف الملاح صوت لبنان. كيف تبدو صورة شمالية مباشرة مع روعة الرفاعي؟ تستمر الوقفات الاحتجاجية في ساحة النور، ومعها تستمر الأنشطة داخل الخيام من خلال الندوات واللقاءات الحوارية والتي تهدف إلى توعية الناس حول ثورتهم وكيفية تحقيق المطالب. واليوم قام وفد من ثوار ساحة النور ضم الفعاليات بزيارة إلى مرفأ طرابلس بهدف تقديم الدعم له ولإدارته وعماله باعتباره مرفقا اقتصاديا منتجا وناجحا قادرا على لعب دور أساسي ومحوري في تنمية مدينة طرابلس ومحافظة الشمال. الثوار بدورهم في ساحة النور يشددون على أن غلاء الأسعار لم يعد ليحتمل، في حين أن أحدا من المعنيين لا يهتم لشؤون المواطنين. بكل وضع زفت زفت، وكل الأسعار غالية، عم تغلى كمان أكتر وأكتر. عن جد عيب، لازم نحارب هالغلا كلياتنا سوا. اليوم رحت على السوبر ماركت تجيب غراض، جبت كيس صغير. تصوري هيدا الغراض اللي جبتهم، هني زيتهم كنت جيبهم ب 15-20 ألف الماكسيموم، اليوم حتي 40 ألف، ما بعرف لوين بدنا نوصل. مساء سيكون هناك مسيرة من ضمن ساحة النور باتجاه شوارع المدينة للتأكيد على أن الثورة مستمرة. من طرابلس روعة رفاعي صوت لبنان. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل غرد كاتبا: أصبحنا في صلب الانهيار الاقتصادي وحالات اليأس القاتلة تتكرر بوتيرة سريعة. بالمقابل لا يزال أهل السلطة في عالم آخر يتناتشون الحصص ويمتهنون سياسة عض الأصابع، لا بتقشعوا لا بتسمعوا لا بتحسوا لا بتشبعوا، الثورة أليلي فيكن، ختم الجميل تغريدته. في المواقف أيضا أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن أولويات الحكومة العتيدة تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج في إدارات الدولة، وأمل عون في تشكيل الحكومة في أسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحة وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين. عون شدد أمام وفد من مجلس القضاء الأعلى على دور القضاء على دور القضاة الأساسي في عملية مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة. الوزير السابق نهاد المشنوق اعتبر من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن ما حصل في مشاورات التكليف يعتبر مخالفة لأبسط قواعد روح الدستور. الأمور تجاوزت مسألة صلاحيات رئاسة الحكومة، أو وصلت القصة للكلام منصب رئيس الحكومة مش منصب فئة ثالثة فقط، ولكن هو الممثل الأول لأهل السنة، وهذه مسألة أنا ما بتصور حدا من أهل السنة بيقبل فيها وبيقبل بتجاوز اللي صار بالأربعين يوم الأخير. طرحت على سماحة المفتي عقد اجتماع يعني على الأقل للمنتخبين من كل الفئات للتشاور والتفاهم واعتماد المعايير اللي وضع الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة. التقى الرئيس أمين الجميل في العاصمة نيكوسيا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، الذي دعا الرئيس الجميل إلى توظيف علاقاته الدولية والإقليمية بهدف التخفيف من حدة التوترات وتقريب وجهات النظر، بما يسمح لمنطقة الشرق الأوسط بتلافي مزيد من الكوارث، خاصة وأن هذه المنطقة باتت استراتيجية بامتياز على خلفية اكتشاف أبار النفط والغاز، الأمر الذي يؤجج القوى الكبرى. وحث الرئيس القبرصي على إيجاد مناخ من التفاهم لتمكين الدول من استثمار هذه الثروة وتوظيفها في رفع مستوى الشعوب الحياتي وفي إرساء التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. كما حمل الرئيس القبرصي الرئيس الجميل تمنياته بخروج لبنان من الأزمة الراهنة بما يحفظ سيادة الدولة وينأى بها عن التدخلات الخارجية.
الرئيس الجميل لفت من جهته إلى معاناة قبرص، وهي الدولة الأولى في المنطقة التي تعرضت في العام 1974 لزعزعة استقرارها جراء تسعير النعرات المجتمعية، وقد انتقلت هذه العدوى إلى لبنان قبل أن تتمدد إلى دول أخرى في المنطقة من خلال تفكية العوامل الطائفية لأهداف سياسية، وهذا ما حصل في أفغانستان وإيران وفي دول الشرق بعد سقوط الاتحاد السوفيتي كما في الربيع العربي. ولفت الرئيسان أناستازيادس والجميل إلى الوضع الذي تعانيه دول أوروبا من جراء تعرضها لهجمات إرهابية، وتوافقا على ضرورة توثيق العلاقات بين البلدين، لبنان كبوابة عبور وتضامن مع الدول العربية وقبرص كمدخل للانفتاح إلى الاتحاد الأوروبي. إشارة إلى أن الرئيس الجميل التقى أيضا رئيس البرلمان الكبروسي وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل، ويتابع رئيس الجميل مشاركته في المؤتمر الدولي حول مستقبل الشرق الأوسط ومعادلة التوازن الجديد بين القوى الدولية المنعقد في العاصمة القبرصية نيكوسيا. مآسي الانتحار، تابع تقرير لمجدولين عيد. ناجي الفليت انتحر منذ أيام في عرسال يأسا لعجزه عن تأمين 1000 ليرة ثمن منقوش لطفلته، وأمس حالتا انتحار جديدتان وحالة أخرى اليوم في تبنين بسبب البطالة، حيث أقدم نزيهعون البالغ من العمر 56 سنة على الانتحار. واليوم أيضا حاول أحد المواطنين إنهاء حياته في ساحة الشهداء بإحراق نفسه لعدم تأمين الدواء من وزارة الصحة. حقيقة موجعة ليست من عالم الخيال، مشاهد وأمور تتكرر يوميا وتزايدت بشكل كبير بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لإذاعتنا. بالفترة ما قبل 2010 كان العدد سنويا كمتوسط هو بحدود 60 حالة، بعد 2010 ارتفع إلى 90 حالة، وبالسنوات الأخيرة صار عندنا المتوسط السنوي بحدود 127 حالة. يعني إذا بدنا نقول بال 2018 كان في عندنا 155 حالة انتحار، بال 2017 143 حالة، بال 2016 122 حالة. يعني نشوف إنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي زاد حدي وصعوبة، وبالتالي ارتفعت أعداد الأشخاص اللي عليهم على الانتحار. نحن عندنا لحد أيلول 2019 عندنا 150، بس ممكن الوضع يكون أكثر، مثل ما شفنا هلأ بالأيام الأولى من القانون الأول شفنا ارتفاع بعدد حالات الانتحار. والمشكلة إنه في حدية، يعني وقت اللي بيخنق نفسه، وقت اللي بيقتل حاله، وقت اللي بيحرق حاله، وهذا بيفسر عن جد المعاناة اللي عم يعيشوها اللبنانيين. الطبيب والمحلل النفسي شوقي عزوري تحدث عبر إذاعتنا عن الأسباب. الوضع اللي نحن فيه يلي عم بيتقر المواطنين يلي عندهم أقل شيء قدرة مادية حتى يكملوا حياتهم بطريقة طبيعية، هذا اللي عم بوصل على الانتحار. للأسف طريقة تفكيرنا واللي معلمينه بخلينا نفكر انه عنده مشاكل نفسية او عنده مرض عقلي. ابدا، يعني المهم كتير انه نفهم انه قضية كرامة وقضية شرف. فالتربي ما بعود يقدر يأمن المينيموم لعائلته ولولاده، أو ما بعود عنده إلا الشباك هذا يقدر يخلص منه. الجوع الذي بات يستوطن المعاجن والبيوت جعل درجة لبنان في الانتحار عالميا 160 من بين 183 دولة، حيث حلت ليتوانيا في المرتبة الأولى. مجدولين عيد، صوت لبنان. في ظل الأوضاع الراهنة، هل ارتفعت نسبة الهجرة إلى الخارج؟ رنا ريش عيد. مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وغياب أنظمة الحماية الاجتماعية في لبنان، وفي ظل غياب الحلول السياسية، قد وصل عدد المهاجرين من لبنان بين فترة 15 أيلول حتى 15 تشرين الأول من هذا العام إلى 19696 مهاجر، أما العدد العام الماضي في الفترة نفسها فكان 16502 بحسب الدولية للمعلومات. فقد أصبحت فكرة الهجرة واقعاً وبصيص أمل لعدد من اللبنانيين. أنا شخص سافرت بال 2016 على فرنسا، وابدا ما بندم على قراري، خاصه انه بعد كم سنه انا بصير عندي الجنسيه الفرنسيه اللي هي انا بحسها انه ضمان لإلي، كجنسيه اللبنانيه ما بتضمن لي شيء. يعني احنا صراحه كان عندنا بلان انه نتجوز ب 2020، بس بسبب المعاشات والاوضاع صار اللي صرنا عم نقبضها، بقى بعتقد ما بقى عنا حال غير انه نفل. بدك تكملي، بدك تاسسي عائله، انه كيف
يعني هون بتدفع كل شيء دوب. بحيالة بلد رحتي على قليلة بيحترموك كإنسان. الاستشاري القانوني لطلبات الهجرة إلي شليطة أسف لارتفاع نسبة المهاجرين من ذوي الاختصاصات وأصحاب الشهادات. كندا هي من الأكثر المطارح اللبنانية بحب يروحوا عليها. نقدر نكون عم نشوف أكثر من 100 شخص بخلال شهر. اللي عندهم الفاكتورز يقدروا يقدموا يمكن بيكونوا نص القيمة أو أقل شوي. يعني فيك تحكي شي 30 شخص بالشهر مينيموم بيكونوا عم بيبلشوا يعملوا البروسيجر تبعهم يحضروا اوراقهم وشهاداتهم. ماشي بحزن انه اللي عم بيغادروا هن كل الخبرات اللي مفروض اصلا تبقى بالبلد. هودي الناس اللي بيكونوا هالقد تعلموا فبدهم يظهروا اولادهم. يعني اكثر شيء بنسمعه انه انا مش هالقد مهتم فل بس كرمال اولادي، يعني عم نخلي الجيل مثل ما هو. في حين ضاق اللبنانيون ذرعا من تراكم الازمات، بات العمل في الخارج والهجره النهائيه حلا بالنسبه للكثير، كما وأن استمرار أزمة النفايات منذ العام 2016 وتداعياتها التي تناساها المسؤولون لم ينساها من تقدم بطلب هجرة خوفا على صحته وصحة أبنائه. رنا ريشة عيد، صوت لبنان. توقيفات في فرنسا بعد هذا الفاصل. في منشأة المساء ليوم الخميس، إلى أي مدى بلغت الأزمة النقدية والمالية وما هي آفاقها؟ وهل تجاوزت الخطوط الحمر؟ ما هو مصير الأوراق الاقتصادية؟ وما الذي تقود إليه إجراءات حاكم البنك المركزي؟ وهل من مخارج في المدى المنظور؟ وأية حكومة يحتاجها لبنان لمواجهة الاستحقاقات المقبلة؟ الجواب مع الخبير المصرفي والمالي الدكتور جو سروع. منشأة المساء من صوت لبنان بعد نشرة الخامسة والربع. أعداد وتقديم جورج شاهين. تعميم حاكم مصرف لبنان، هل هو لتنشيط الحركة الاقتصادية أم لإنقاذ المصارف من الإفلاس؟ ولماذا كل التدابير تطال جيوب المودعين؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الخبير الاقتصادي في تنمية الموارد البشرية الدكتور فادي جواد، ومداخلة لأمين عام جمعية مصارف لبنان مكرم صادر ومعنيين. الجمعة بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف 65 شخصا من المشاركين في المسيرات المرافقة للإضراب المفتوح ضد مشروع قانون التقاعد الجديد. إلى ذلك اتهمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا طهران بالمضي قدما في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في مخالفة لقرار من مجلس الأمن الدولي يطالب طهران بالكف عن مثل هذه الأنشطة. تزامنا أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإدارة الأمريكية تعتزم تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني، فيما نفى البنتاغون هذه المعلومات. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة نشرت منذ ربيع 14,000 جندي أضيفوا إلى حوالي 70,000 عسكري متمركزين أصلا لضمان أمن المنطقة. قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وأكدت أن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير. أعلنت روسيا تعليق عملها في منشأة فوردو الإيرانية لأسباب تقنية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الناتو يسعى للهيمنة في الشرق الأوسط، وقال أن لدى روسيا خيارات للرد على كل التهديدات. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول بعض الأمطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر. كان في هذه النشرة المواطنون عالقون في سياراتهم بين الدمور وخلدي من جراء المستنقعات. يا كبار المسؤولين عنا توصفوا عنا حريق وغريق ومشانشط على الطريق. والمدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال لصوت لبنان. منطقة خلدي يعني، بس هذه المشكلة اللي عنا صارت إنه في نهر إجا من فوق، مي كمية كبيرة من المي نزلت بسرعة على الأوتوستراد.
واللواء خير يتحدث لإذاعتنا أيضا. إجمالا تم السيطرة بس عندنا أشكة الحل السير حتى المواطن يوصل على بيته بأمن. رئيس الكتائب: أصبحنا في صلب الانهيار الاقتصادي وأهل السلطة يتناتشون الحصص. الرئيس القبرصي يحمل الرئيس أمين لجميل تمنياته بخروج لبنان من أزمته. روسيا تعلق عملها في منشأة فوردو الإيرانية. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.